متمثل كن ما فينا ما نخبر افتخاراتنا ونجاحاتنا، وأنا فرحان كتير بأي نجاح بسجله أي لبناني أو أي عربي على كل الأصعدة. فالنجاح دائما هو مثل قدوة وعبرة أنه كلنا قادرين ننجح، كلنا قادرين نعمل ونحقق أحلامنا. اللي بينجح اليوم بخليني أني أحصل على الطاقة والدفع والطموح أني أنجح أنا كمان وخلي غيري ينجح. النجاح لازم يكون دائما حياة لكل الأشخاص اللي بيتلقوا النجاح واللي بيعرفوا كيف ينجحوا بحياتهم. كنت على طول ركز اني اعطي تفاصيل صغيره للنجاح، وهي انه بس بدك تنجح ما تطلع باللي حدك واللي وراك، تطلع باللي بوجهك اللي بدك توصل له. دايما اسعى للاعلى، وهيك ما بتعود تتفركش بالاشياء الصغيره اللي حدك، بل وعلى العكس بتصير تنظر لبعيد، ونظرك لبعيد بخليك تقشع احسن وبخليك انك توصل بنجاحك. هون بدنا نقول كمان مبروك والف مبروك للمرشحه الرسميه اللي فينا نعرف عليها هلا بهذا الاسلوب، المرشح الرسمية للحزب الليبرالي الفيدرالي بدائرة لافال إيفا نصيف. المرشحة إيفا نصيف اللي طبعا بالفترة الأخيرة كلنا سمعنا عن نشاطها الكبير على مستوى السياسي بحزب الليبرال بلافال، وعن الانتخابات اللي صارت مؤخرا. ولد عينيكم الأسبوع الماضي بأنكم تتوجهوا وتنتخبوا بمكاتب الاقتراع بلافال شوميدي حتى نقدر نوصل كمان مرة صوتنا ويوصل شخص يمثلنا بجدية ويمثلنا ويقدر على الأقل يوصل مطالبنا. إذا قدرت تحققها كان به، وإذا ما قدرت حققتها على الأقل توصلها. بضل كلنا دايما عنا أمل بتوصيل أشخاص أنه ينجحوا حتى نكبر كمان نحن معهم. بتوجه رسالة المرشحة إيفا نصيف، بتقول بشكر جميع أفراد الجاليات العربية واللبنانية للدعم القوي اللي وصلني لمنصب المرشحة الرسمية للحزب الليبرالي الفيدرالي بدائرة لافال جراء الانتخابات الداخلية للحزب اللي صارت نهار الأحد الماضي 22/2/2009. وبتشكر الداعمين والغير الداعمين اللي شاركوا بالانتخابات، لأنه بهالمشاركة عبروا عن آرائهم واختاروا مرشحتهم الرسمية ضمن معايير رسمت عبر نظام الديمقراطية الكندي السليم. وهون بتطلب من جميع القوى الجاليوية من أحزاب ومؤسسات فتح صفحة جديدة بالتعامل مع مرشحتهم الرسمية، وذلك للأسباب التالية. أولا، حتى تاريخ 22/2/2009 كان من الطبيعي جدا أنه يختاروا بين المرشحين بالسباق حسب معايير ديمقراطية. أما من اليوم بالصاعد فما في مكان للخيار، لأنه المرشحة الرسمية الوحيدة عن الحزب الليبرالي الفيدرالي بدائرة لافال راح تكون إيفا نصيف. ونطلب منكم فردا فردا الدعم المطلق بكل محبة وشفافية وإخلاص. يعني اللي كانوا عم يدعموا مرشحين تانيين لابدوا أنه يعبروا عن أصواتهم اليوم، فمنتمنى منكم أنه أصواتكم ما تروح سدى، بل وعلى العكس تكون أصوات موجهة لدعم إيفا نصيف. ايضا بتقول ايفا برسالتها انه بالسابق كانت قد تلقت وعود ايجابيه من جميع القوى والفعاليات، وبما فيهم السيد جورج حداد زوج السيده عليا حداد اللي كانت هي بدوره مرشحه ايضا للمنصب نفسه. وبما انه المنصب تحول لايفا بفازت بجداره، بنتمنى انه مثل ما قال السيد جورج حداد بانه راح يقوم بطلب خاص من كل اللي دعموا عليا بالسابق انه يدعموا ايفا بالمرحلة القادمة، وهيك لتوصيل صوتنا الصوت اللبناني كمان مرة للمراكز اعلى ان شاء الله. ايضا بتقول حظوظي بالفوز بالانتخابات الرسمية القادمة رح تكون مرتفعة جدا، اعتمادا مني على الله وعلى العمل الدؤوب اللي بطمح للقيام فيه حتى انه الانتخابات بدائرة لابال. من اجل تأمين هالفوز انا بحاجة ماسة لدعمكم فردا فردا ايها الاحباء الكرام. واخيرا اريد التذكير والتأكيد باني رح كون على مسافة واحدة من جميع القوى والفعاليات والاحزاب العربية واللبنانية بدون اي تمييز، اذ انه شرف لقل اللقاء مع كل مين بده اي يتحدث بأي أمور جليوية. شكر جزيل، واللقاء القريب إن شاء الله مع المرشح الرسمي من الحزب الليبرالي الفيدرالي بدائرة لافال إيفا نصيف. هاي الرسالة اللي صادرة لمنشورة بعدد فينيسيا لها الأسبوع، واللي حبينا نسمعكم إياها عبر راديو نجوم وعبر نجوم الصبح لأكثر من سبب. مثل ما قلت لكم بضل في عنا دائما المعرفة والحب والدعم لكل شخص بده ينجح من أبناء جليتنا
اللبنانية أو العربية. أنا لبناني وبحب أني أفتخر دائما بلبنانيتي وبحترم وطنية أي إنسان تاني. إيفا لبنانية واليوم عم تتقدم نحو من المراكز العالية، نتمنى لها إن شاء الله النجاح وتقدر توصل صوتنا كمان مرة أعلى وأعلى، وعلى الأقل أنها تركض ورا مطالبنا بلكي بتتحقق. لبناني من عاصي بنسمع غطي الشمس بفيش بينك.